جميلة جدا لما نسمع النشيد الوطني ونشوف علم مصر بيرتفع. وزي ما انا قلت في المقدمة، الكاراتيه المصري دايما باللمساته بالقبضات وبالركلات بيحصد اعظم البطولات. وبرضه احقاقا للحق يعني، يعني فعلا الانجاز اللي تم ده يعتبر انجاز تاريخي فعلا في رياضه الكاراتيه. من يوم انشاء الاتحاد احنا جبنا 4 مرات في الجماعي كوميتيه رجال ميداليه برونزيه في 4 مرات. بس دي كانت بطوله ضمن بطوله العالم، ضمن الفرد في والجماعي، فردي وفي وجبنا العام الماضي الميداليه برضه الفضيه للجماعي رجال. السنه دي اما نجيب معنا نجيب ذهب جماعي رجال، معناها فعلا الكيرف طالع واللعيبه الخبرات الدوليه بتاعتهم ساعدت على انهم يكونوا فعلا اسياد العالم، وده اعظم جيل موجود في مصر في الكاراتيه. الحمد لله اترفع لهم القبعه فعلا وعلى قدر المسؤوليه تماما بلا استثناء، الثمان لاعبين كلهم زي بعض. وبدون مجامله يا استاذ محمد، انا ما بعرفش اجامل وحضرتك عارفني، انا ما بجاملش. بدون مجامله، ما يتحقق او يحققه الكاراتيه المصري في هذه الحقبه بصراحه هو فخر لكل مصري، مش عشان حضرتك موجود، والله دايما بقولها فخر لكل مصري، سواء احنا دلوقتي على المستوى في الحقبه بتاعت تواجدك في الاتحاد، مستوى العالمي، على مستوى الاولمبي طبعا لاول مره دخول وخروج الكاراتيه تحط بصمتها، البصمه المصريه، عن طريق طبعا بطلتنا فريال اشرف.